سهيل، اجيلك. يمكن قرار سفرك كان قرار يعني غريب شويه. انت عارفه ان احنا في مصر يمكن اللاعبات عشان سفرهم بره بيبقى فيه شويه، انت عارف احنا مجتمع شرقي مش هنضحك على بعض يعني. أيوة. فطبعا بيكون سفر ان يعني اللاعبه او البنت تسافر بره في مجتمع غربي هتعيش لوحدها. قرار كان صعب. قرار كان صعب قوي حتى على اهلي، يعني الموضوع في البيت خد مننا فتره علشان يقتنعوا ان انا بنت وان انا هسافر لوحدي، وان كمان ساعه الكوفيد دوت ما رضيوش يدوا لوالدتي الفيزا في امريكا، فكنت خلاص هو قرار يا اما اسافر لوحدي يا اما هقعد في مصر. بس بصراحه اهلي ما اعترضوش خالص. يعني طب انا عارف انت مرتبطه جدا بوالدتك واختك حقيقه، فيعني طب ازاي يعني قالوا لك ايه؟ انا لو مكانهم مش هوافق. اقول لك بصراحه هما كانوا شايفين ان انا بتعب قوي، وكانوا شايفين ان انا بتعبي ده ممكن اقدر اعمل حاجه بره. فيعني ماما في الاول قالت لي لا انا هقف معاكي ومفيش مشكله، واول لما جه بقى الموضوع يقلب بجد قالت لي لا مش هتسافري. وقعدت تعيط بقى والقصه دي. كان حوار عندنا في البيت. طب انت مامتك طبعا اكيد ما سافرتش، كورونا والدنيا كانت مقفوله ولوك داون في امريكا. لا. فما سافرتيش. كنت بتتكلموا على بقى اكيد السكايب وال الفيس تايم على طول. على طول فيس تايم طبعا كل يوم كل ساعه. طيب قولي لي يعني انت عملتي في التقرير كنا سجلناه معاكي خدتي احسن سيرف في الـ في الـ في الـ في الكونفرنس اللي انت بتلعبي فيه، دي حقيقة. والسنه الجايه احتمال تلعبوا في الان سي دبل اي، الكلام ده صح؟ ان شاء الله. طيب اتاهلتوا ولا لسه ما اتاهلتوش؟ لسه ما اتاهلناش، لسه في بطوله ثانيه هندخلها ولو ان شاء الله كسبناها هنتاهل الان سي دبل. بس انتوا السنه دي ممكن عملتي فرق مع جامعتك، دي حقيقة. لان هم ما كانوش عملوا الانجاز ده من 12 سنه، انا سمعت التقرير دي من 2012. الموضوع ده من 2012. 2012 طب 9 سنين. ولما رحتي فرقتي معاهم، ودي لقطات ليكي طبعا سهيله مجمعينها يعني. بس لما طيب خلاص خلص رحنا لعبنا كسبنا. أيوة. تمام راجعين مصر، اللي بيرجع من الاجازه من بره بيبقى عايز يريح حقيقه. طب انت يعني ليه عملتي كلمتي كابتن حمدي طول وانا جايه؟ عملتي ايه؟ دي حقيقه انا كان في تواصل ما بيني وبين كابتن حمدي على طول وانا هناك. كان في حته ان انا لما انزل طيب انت هتنزلي امتى؟ طب احنا عندنا مثلا كاس، عندنا افريقيا او ايا كان اللي عندنا. فقال لي تقدري تلعبي لما تنزلي وكده؟ قلت له طبعا يعني كان على اتصال بيكي من هناك. دي حقيقه. ولما نزلت يعني قال لي هتشاركي معانا، وكان المفروض الموضوع كله هيخلص يوم مفيش يعني اخر خمسه. وبعدين الموضوع اتاجل شويه، كان كل شويه بيتاجل عشان الظروف بنات بتوع الاولمبيكس والكورونا وكذا حاجه. بس ان شاء الله لسه قدامي كام اسبوع. صحيح ان شاء الله. لا باذن الله ومبروك عليك، ويمكن مشاركتك مع النادي الاهلي كانت اضافه كبيره جدا يا سهيل. الله يبارك في حضرتك.